ما بيسألش عليا أبدا ولا بتشوفه، ما بيسألش عليا أبدا ولا بتشوفه علي. يوه مين اللي هيجي الساعه دي؟ هو انت يا عسل؟ صباح الخير يا خالتي. صباح الفل يا رخالتك. شايفه جايبه لك معايا ايه؟ الطعميه السخنه اللي بتحبيها وبالسمسم. مفيش غيرك اللي بيسال عليا في الحاره دي، تعالي. ما تقوليش كده يا خالتي، كل الحاره والجيران بيحبوكي، بس مفيش حد بيحبك قد جلجوله. يا حبيبتي خشي يا اختي خشي. يلا على المطبخ. يلا يا اختي. يا بخته يا هنال اللي هيتجوزك، امه تبقى دعياله. سامعه؟ امه تبقى دعياله. شوفي بقى جليلة، أمي ملهاش سيرة ليل نهار غير جليلة. ربنا يكرمك يا جليلة ويوفقك يا جليلة ويرزقك بابن الحلال اللي يقدرك يا جليلة. عارفة إن خالتي نادية بتعزني، وهي معزتها عندي من معزة أمي بالظبط والله. ربنا يخليها لي. المهم بقى أنت عاملة إيه في إيه؟ يعني إيه؟ يعني عاملة إيه؟ كويسة الحمد لله. في إيه؟ بقولك كويسة يا ماهر. المذاكرة يعني، الكلية عاملة إيه؟ ماشي الحال الحمد لله، بس بيني وبينك بقى نفسي أخلص وقعد في البيت. تقعدي تعملي ايه؟ ما بحبش المذاكرة يا ماهر، ماليش فيها. امال بتحبي ايه؟ بحب الغسيل والطبيخ، ما انت دقت طبيخي. ياه، طموحك تطلعي خدامة؟ خدامة ايه بعد الشر عليا يا ماهر؟ أنا أطبخ وأمسح بس في بيتي. طب ما تروحي بيتك وتطبخي تمسحي قاعدة هنا ليه؟ يعني لو احتجتي أي حاجة في الكلية، مذكرات بقى، مراجع، ملازم، امتحانات، تعالي المكتبة أنا هظبطك. ربنا يخليك ليا، عارفه انك عمرك ما هتتاخر عني. شوفي متاخره، بصي اتاخرت. لا بقول لك ايه، متاخر. هتفطر معانا؟ ما انا اصل مستعجل جدا، عندي حاجات ملهاش اي لازمه. عايزه حاجه ياما؟ ولا رايح فين؟ خلاص انا ظبطتها لك. على امك والله قلت لها تجيلي المكتب، المشاعر والاحاسيس دي ياما ما تنفعش قدام حد يوريها.